بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى اليوم هنشوف لو عندك إزازة عطر حجمها 50 ملي، عايز تحضر إزازة حجمها 50 ملي وتركيزها 30%. أشوف هنتعلم مع بعض حضرتك نعملها إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك لو عندك إزازة 50 ملي، الإزازة 50 ملي حجمها 50 ملي، أدي زجاجة أهي حجم 50 ملي، 50 ملي، وعايزين مطلوب يعني نحضر الإزازة دي يكون تركيزها 30%. قبل ما نشتغل في الإزازة لابد حضراتكم تكونوا عارفين، نركز على كلمة 30% أو الموضوع اللي هو 30%. 30 دي اللي هو زيت العطر اللي احنا هنضيفه على في التركيز المطلوب عندي. 30 علامة في المية دي يعني كل 100 من العطر فيهم 30 زيت عطري. كل 100 من العطر اللي هو البرفيوم فيهم 30 ملي من الزيت العطري. طيب لو طرحنا ال 30 من ال 100 دي 30، وعلامة المية دي هنعتبرها يعني تعتبر 100، لو طرحنا ال 30 من ال 100 فهتكون 70، ده هيكون اللي هو عبارة عن كحول الإيصال، هيكون عبارة عن إيه؟ كحول الإيصال. طيب نيجي نصيغها في صيغة معادلة على أساس إن إحنا نحضر بيها يعني أي إزازة، سواء كان حجمها غير الـ50 أكتر أقل، والتركيز أكتر أقل من 30، أو يعني على حسب المطلوب هنشوف. بنقول إيه؟ عندي كل إزازة عطر متكونة من زيت عطري، في عندي منضاف عليها زيت عطري ضايفينه على الإزازة، وضايفين عليه كحول الإيثايل اللي هو الإيثانول، يعني كحول إيثايل اللي هو الإيثانول، بيديني في النهاية اللي هو العطر اللي هو البرفيوم اللي هو البرفان اهو اللي هو البرفان. يبقى انا عندي معادله كده همشي عليها، الزيت العطري هضيفه على كحول الايثايل هيديني عطر او برفان. طيب على اساس ان احنا نسهل الموضوع شويه فهنقول، طيب هنرمز للرمز اللي عند زيت عطري بالرمز زين بدل سين وصاد، ونخشش في حاجه تانية يعني نتوب فيها، يعني هنقول زيت عطري، هناخد اول حرف من كلمه الزيت العطري، زيت عطري هنقول زين، هنرمز ليه بالرمز زين، زائد كحول الايثايل هنقول عليها الرمز ايه؟ كاف، هناخد عليها الرمز كاف، هيدينا هنا عباره عن ايه؟ العطر اللي هو عين، هنقول عليه عين. طيب يبقى انا عندي زين اللي هو الزيت العطري، هضيف عليه كحول الايثايل هيديني اللي هو العطر. طيب ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان انا احضر ازازه 50 ملي تركيزها 30%. لابد ان انا اشتغل على دي الاول، افسر دي الاول يعني ايه 30%. 30% قلنا 30 دي يعني الزيت العطري هيكون 30، هاخد 30 ملي من الزيت العطري. طيب هضيف عليه ايه؟ قلنا الفرق ما بين ال 30 وال 100 ده بيكون عباره عن كحول الايثايل، يبقى بنقول زائد اللي هو طبعا 30 من 100 كام؟ 70، يبقى هيكون 70 ملي اللي هو كحول إيثايل، يبقى 30 من الزيت العطري 70 من كحول الإيثايل، هيدونا كام؟ هيدونا اللي هم 100 ملي عطر، 100 ملي عطر اللي هو البرفان اللي طلع عندي، اللي هو البرفيوم اللي طلع عندي. طيب أنا ما عنديش ده تفسير ال 30%، تفسير ال 30%. أنا ما عنديش
مش عايز 100، انا مش عايز 100 مللي، ده انا عايز ازازه 50 مللي، انا عايز ازازه يا جماعه 50 مللي. فهحط ال 50 مللي، هحط ال 50 مللي، هشتغل انا مش عايز 100، انا عايز 50 مللي، انا عايز ازازه 50 مللي، 50 مللي، هحط كده اهو 50 مللي تحت الايه؟ تحت ال 100. هتيجي من كام؟ من كام اللي هو زيت عطري؟ هقول زين، هقول زين، من كام زيت عطري؟ هقول زين. يبقى انا هحسب كميه الزيت العطري المطلوب في الازازه ال 50. يهو بيقول لي 30% معناهم 30 زائد 70 بيدي لك 100. طيب انا مش عايز 100، انا عايز ازازه 50، يبقى الازازه 50 هيكون فيها كام من الزيت العطري؟ بقول له زين، اللي هو زين. يبقى كمية الزيت العطري هقول له زين، اللي هي كمية الزيت العطري بتساوي، اللي هي كمية الزيت العطري اللي الإزازة 50 بتساوي، هروح أعمل كده أهو، كده أهو، أقول 30 في 50 على 100، 30 في 50 أهو، في 50 على إيه؟ على 100، 30 أهو في 50 على 100. بطاير صفر ده مع ده وده مع ده يبقى يديني إيه؟ بقول ايه؟ بيساوي 15 ملي، 15 ملي زيت عطري. يبقى انا حسبت كمية الزيت الايه؟ العطري، كمية الزيت العطري. طب انا عرفت كمية الزيت العطري 15 ملي، ال 15 ملي دولت من كام؟ من 50، يبقى بقية ال 50 بيكونوا كام؟ بيكونوا 35 ملي كحول صايد. طبعا بيكون داخل فيهم المثبت، وبكون داخل فيهم برضو اللي هو الماء المقطر. طيب ممكن نحسبها برضو، افرض انا عايز احسبها بمعادله، هقول انا عايز كاف اللي هو الكحول، هقول انا عايز الكحول كاف، هقول له كاف اهي، كاف هقول له كاف بتساوي اللي هي كميه الكحول برضو في الازازه ال 50، بقول له ال 30 زائد 70 بيدوني 100، ده التركيز 30%، انا مش عايز الازازه 100، انا عايز ازازه 50، يبقى ال 50، ال 50 دي باجي تحت الايه؟ تحت الكاف اللي هو الكحول، واقول ايه؟ بقول سين، بقول بيساوي، اروح جاي كده اهو، بقول كده، هروح جاي 70 في 50 على 100، يبقى 70 في 50 على 100. وطاير صفر ده مع ده وده مع ده يطلع لي 35 ملي من كحول الإصاين. احنا بنعرف الناس على اساس ان هو يعرف يحضر اي ازازه، سواء كان حجمها بادئ من 20 مللي لحد 100 مللي او اكتر، والتركيز برضه بادئ من 5% ليوصل ل 30 على حسب ما حضرتك عايز. لعل وعسى يكون في افاده في الفيديو حضراتكم، يعني هننوع ان شاء الله في الحجم الازازه اللي عندي، وهننوع في التركيز بحيث ان احنا نوصل لاي حاجه احنا عايزينها، بحيث ان انت ما تروح بتطلب من صاحب المحل تقول له انا عايز ازازه مثلا 100 مللي تركيزها 30، او ازازه 50 مللي تركيزها 30، تبقى انت عارف كميه الزيت العطري اللي اتضاف للازازه بتاعتك او موجود في الازازه بتاعتك كام. او في بتشتغل في محل وبتركب عطور، تبقى على طول بتروح مدرب الكميه اللي انت هتضيفها على الازازه بسرعه على صوره معادلات كده، وبتطلع الكميه اللي حضرتك عايزها. لعل وعسى يكون في افاده، ما تنسناش حضراتكم باللايك، ونكون سعداء باشتراككم معنا في القناة، أكون سعيد يعني بالاشتراك حضراتكم معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.